لكن غريب يعني بعد 60 سنة نتكلم على ترقية اللغة العربية ونخطط للترقية. أو هذا هو خرج الاحتلال ولا خير إن شاء الله؟ هذه عيب والله غير عيب. ما زال لحد الآن يعني نتكلم على ترقية اللغة العربية ولم ترقى إلى الآن بعد 60 سنة من الاستقلال. يكفي من بعض المسؤولين أنا يعني أحيي السيد الوزير الأولي أنه يهدر لغة عربية فصيحة وقوي وحتى اللي ما يعرفش يتعلم. هاي كانت معنا وزيرة سابقة تجتهد رغم الناس يضحوا بصح تجتهد في تعلم اللغة العربية. يكفي من المسؤول إلى بغى يرقي اللغة العربية ما يخاطبش الجزائريين في الفيافي وفي البسطاء وفي مناطق الظل بلغة لا يفهمونها. علاه؟ واني نحاول نتصور الشعور تاعو زعما هو يتشدق من الشاهد. ماهيش ما يوالو الفرق. الناس زيد حاجة أخرى. الجيل الجديد لا علاقة له بالفرنسية. أم أولادنا أولادكم سقسوهم بشيء اللغة اللي يتقنوها. اللغة الإنجليزية. راهم يفرضوا على الأساتذة الآن في الجامعات يديروا اللي يسوتون تاعهم بالانجلي. يعني راكم تخاطبوا في ناس ماهمش توعكم ماهوش فاهمينكم. اللي ما مش قارين اللغات ولا حتى الجيل الجديد. فلذلك يكفي من المسؤول أن خاطب الناس بما يفهمون. إلى رقم نقولوا في علاقة دبلوماسية معليش ولا الجالية معليش بصح أنت في كل المواقف تاعك وفي التصريحات والمراسلات الإدارية. اليوم مثلا جانا ما سمح لي السيد الرئيس على كل حال جاني أنا مخطط عمل الحكومة في نسختين عربية وفرنسية. أنا قلت لك العربية الفرنسية ما هو الأساس القانوني اللي لازمتني أنا كنايب بالمخطط تاع الفرنسي. اعطيني الاساس القانوني ماذا تمثل هذه اللغه. فلذلك لابد من اعاده رفع التجميل عن قانون استعمال اللغه العربيه الى اننا جادين في الترقيه. واعطوا رساله يا اخوانا معليش الى انتم كالمسؤولين الكبار ما مش قادرين ما تورثوهاش للجيل الجديد. وزراء جدد الشباب يا اخي لا تهضر الفرنسي وزير جديد شاب انا قدر الغالب اللي قرب الفرنسي ومش والله نتفاهم بصح ما تورثهاش الاداره ما تورثهاش للمسؤولين الجديد. وكاين وزارات نحيوها على المسار تاع التعليم على راسي وزاره التفاهه وزاره العدل نحيوهم على ليه الاخرين ماهوش قادرين يجتازوا. فلذلك بغيت نقول بانه ترقيه اللغه العربيه هذا هو المسار تاعها. ونفس الشيء بالنسبه للامازيغيه. الامازيغيه عندها بيئه حاضنه طيلة 14 قرن هي متعايشة مع العربية. البيئة العربية ما كانش كاين مشكل بينها، عمرها ما كان كاين مشكل. فلذلك نرفض أيضا أن يتم كتابتها بغير الخط العربي.